أتنشرح لكم حبيبي أو حبيبتي، هذا الحبيب عنده واحد الصراع داخلي. لماذا؟ عنده واحد المعاناة كبيرة 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 وشديدة بزاف، وأنت كذلك طبعا. قد يكون هناك شخص آخر، يعني شخص آخر في حياته، واخا هذا الحبيب هي يعني سيبعث لك لك أخبار. هذا وهذه الأخبار هي أخبار سارة من الحبيب، لكن كذلك يعني هذه أرجوكم إذا كان هناك مراهقات وفتيات صغيرات أرجوكم أخرجوا، واخا لا أريد أن أكون شيطانية، لكن ما تقوله الكرت. أنت حبيبي تحب هذا الحبيب، هذا الحبيب يحبك، نعم يحبك كثيرا، لكن بلاتي هذا الحبيب يريد الكلام، سيطلب منك شيء وأنت ربما لن توافق. واخا هذه الكارتات عزيزي هي كارت يعني تفهمون، واخا اللقاء الحميم، واخا تفهمون هذا الحبيب يحبك، نعم لا شك، لكن سيطلب منك شيء أنت ربما لن توافق، لن توافق، ستسجن نفسك رغم يعني وأنت في الحقيقة تريد مع هذا الحبيب كل شيء، لكن لن توافق، لن توافق. لماذا؟ لأنك إنسان يعني محافظ، إنسان روحي، ولن تقبل بما سيطلب منك الحبيب، وخا أنت إنسان بريء، أنت إنسان جميل. وقد يكون يعني هذا الحبيب يعني سيتغير، يعني سيحدث شيء، سيقدرك أكثر، وخا سيقدرك أكثر. ربما البعض منكم نعم ستكون هناك علاقة حميمة، ربما هذا الحبيب كان زوجك، حتى وإن كان زوجك، وخ يعني كان زوجك ورحل وعاد ويريد يعني نعم تفهمون، وخ يعني يشتاق إليك، يحتاج إليك، تفهمون، وأنت سترفض، وخ لكن هذا حب صافي. أنا يعني أتكلم عن هذه النقطة لأنها واضحة، وخ وربما أنت لا تقبل لأن هناك شخص آخر، لأنك إنسان محافظ. ومهم أنتم أحرار، أنا فقط أقول لكم ما تقوله هذا الكارت. لكن حبيبي هذا الحبيب هو يطلب منك هذا لأنه يحتاج إليك، لأنه يحتاج إليك، يعني هذا الحبيب يعني نواياه جيدة، نواياه صادقة، لكن يحتاج إليك وصافي. وخ مهم أنتم أحرار، أنا فقط يعني أقرأ الكارت، واخا أنت إنسان كذلك. مهم بلاتي غادي نمشي بالترتيب. لماذا يطلب منك هذا الحبيب هذا؟ لأنه يشتاق إليك بزاف 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 ويحتاج إليك، لذلك يعود يعني أخبار سارة، ستفرح، ستفرحون، وسيحدث يعني ماذا بقول، لقاء حميم مع الحبيب، وربما سترفض، واخا لكن هذا الحبيب يحبك، يعني هي قصة حب جميلة بزاف، واخا وهذا الحبيب كذلك يعاني بزاف، هو الذي يعاني في الحقيقة أو بجوج بكم، نعم. ولماذا يطلب منك هذا؟ لأنها جاذبية مغناطيسية يعني قوية بزاف ويحتاج إليك، لكن هناك حب كذلك، يجب يعني أن تكون الأشياء واضحة. هناك جاذبية جسدية، يتمناك، يشتاق إليك، يعني إذا كنت زوجته هو يعود يعني يشتاق إليك، وإذا لم تكوني زوجته يعني في السابق فهو يتمنك، يعني واضح، يعني شغف، شغف وحب، وهذا شيء جميل، وخا ليس حرام. وخا لنواصل، هذا الحبيب قلنا يعني يعني كان يفكر فيك، يفكر فيك ليل نهار، يحلم، وخا وأنت كان في قلبك من مليون سكين، لكن في قلب هذا الحبيب كان مليار سكين من شدة حبه وقوة الرابط وشدة والجاذبية، يعني جاذبية قوية بزاف، وهذه الجاذبية تجعله يفقد عقله، ولذلك سيطلب منك أن يعني هذا الشيء، واخا يعني علاقة حميمة وأنت سترفض، واخا هذا الحبيب، هذا الحبيب يعني بعيد ما إذا طلب أو لم يطلب منك، فهو يعني هذا يعني شيء طبيعي، هي شيء طبيعي، لكن بعيد عن هذه الجاذبية الجسدية، ويعني ربما يعني ف
فقد عقله وسيطلب منك ذلك. وخا هذا الحبيب إنسان، شخص جاد في الحقيقة، شخص طيب، إنسان جاد وطيب، وخا ونواياه حسنة، ولديه هذا الحبيب لديه مسؤوليات، وخا لديه مسؤوليات، و ما تقوله الكرت، هذا الكرت، الكرت الأولى، هذا الحبيب لديه مسؤوليات، هذا الحبيب ربما لديه طرف آخر، لديه مسؤوليات، ما يقوله الكرت الأول، الكرت الأولى عفوا، هذا الحبيب إنسان، يعني إنسان جاد، إنسان طيب، نواياه حسنة، أعيد، ولديه مسؤوليات لا يمكنه تجاهلها، ويريد أن يكون عادلا معك، لكن يريد أن ينهي مرحلة من حياته لكن بطريقة سليمة وعادلة، وخا هو لا يريد اللعب، رغم أنه يعني إذا طلب منك هذا الشيء لا يريد اللعب، هو لا يعني إذا كان بعيد هذا الحبيب، وخا هو يعني ليس معك، هناك مسافة جسدية، لكن قد يكون يعني قد تكون يعني علاقة سرية أو شيء، لأني أرى الكثير من يعني العوائق هنا. وخا هذا الحبيب إذا لم يكن معك، هذا لأن هناك يعني عوائق كما قلت، يعني لديه مسؤوليات، وهو يريد أن ينهي مرحلة في حياته، وخا لكي يبدأ يعني مرحلة جديدة معك أنت، والنهاية واضحة، هناك زواج وحياة سعيدة مع هذا الحبيب، لأنك أنت توأم الروح، حلمك سيتحقق، والعطاء، هذا الحبيب كل ما يريد أن يعطي لك كل شيء، لذلك طلب منك يعني هو يعني طريقة يعني أن يهب لك حبه كله، أن يهب لك نفسه جسده، يعني تفهمون يعني هيك. مهم، نواصل. قلنا أن هذا الأمبراطور يريد أن يقوم بالأشياء كما يعني بطريقة صحيحة، وخا لكن هناك عوائق، وهذه العوائق هي التي تمنعه، لكن هذا الحبيب يريد الكلام، وهذا ما تقوله هذا الكارت، يريد الكلام، يريد أن يعني كل شيء معك، يريد أن يقول لك شيء، وهذا يعني هذه الرسائل، هذه كلام التواصل والرسائل، وسيكون شيء صار، وأنت يعني ستكون يعني لأنه يحبك، وخا يحبك هذا الحبيب، يعني بسبب الحواجز، لأن كما تقول هذا الكرت، هذا الحبيب معلق، يعني هناك عوائق تمنعه من يعني أن يعيش حياته معك، وخا وهذا يؤدي إلى كبت المشاعر للبعض منكم، وحتى كتمان المشاعر وإخفائها، لذلك نرى أن هناك يعني رسائل، أخبار جديدة، يعني بعد مدة طويلة من السكون والسكوت وعدم الحركة وإخفاء المشاعر، يعني لا هدرة، لا يعني لا علامة، لا إشارة من هذا الحبيب، ستصلك أخباره، وستكون أخبار سارة، وخا لكن هذه مرحلة المعاناة كانت ضرورية، كانت ضرورية ولا يمكن تجاوزها، ورغم صعوبة يعني هذه الوضعية، أرى أن نهاية جميلة بزاف، لا أحتاج حتى لكرت، لأنها واضحة وضوح الشمس، وخا هذا الحبيب يعاني كذلك، لأنه يعاني، لأنه يحبك، يحبك أنت، جزء مهم جدا من حياته، أنت ليس فقط جزء، أنت شمس حياته، نعم، أن يعني لا يمكننا العيش بدون الشمس، فهو هكذا، يعني الشمس هي الحب الصافي النقي، وأنه لا يمكنه الاستغناء عنك، وهو يقدرك كثيرا، يقدرك كثيرا، أنت ثمين، أنت كنز عظيم وكنز مقدس بالنسبة لهذا الحبيب، وخا حبيب كما قلت حلمك سيتحقق، حلمك سيتحقق، وخا لأن هذه الكارتة واضحة، يعني الأمبراطور يريد أن يقوم بالأشياء بطريقة صحيحة، لكن هناك عوائق ستمنعه، لكن الأشياء ستسير يعني بشوية بشوية، ستكون بطيئة، لكن هذا الحبيب بعد تأمل عميق وبعد تفكير عميق، هو يعرف أن حياته هو أنت، ونهايته هو معك أنت، وخا يعني هناك حب، يعني
هناك كارتات جميلة كما قلت في الأخير، وهذه كذلك تعني أنه يبحث عنك، يبحث عنك، لذلك رسائل أخبار جميلة، لأن هناك معاناة كثيرة وأخا وتفكير عميق. هذا الحبيب كان يفكر ليل نهار، يفكر، يتخيل معك أشياء، يحلم بك ليل نهار، وأشياء كثيرة يعني جعلته أو ستجعله يتصرف يعني معك باندفاع، وخا سيكون امبولسيف، امبولسيف وخا. شنو ماذا أيضا؟ قلت أن هذا الحبيب لا يريد اللعب، هو لا يلعب، هو يريد ارتباط رسمي، رسمي، سيكون هناك زواج، تحقيق الأحلام وبداية جميلة، والعطاء، هذا الحبيب يعني تتكرر كرت العطاء، هو يعطي لك كل شيء، ونوايا حسنة، ونهاية، النهاية هي أن يجمعكم الله، يجمعكم القدر من جديد. نعم، أعيد أن حلمك سيتحقق عزيزي برج القوس، واخا، لأنك جميل وبريء. نعم، أنت الشمس والنجم لهذا الحبيب، أنت حنون، أنت قنوع، تفرح، تضحك رغم السكاكين التي في قلبك، وهكذا يراك هذا الأمبراطور، هذا الحبيب هكذا يراك، لذلك يقدرك كثيرا. لذلك نعم، أنت إنسان بريء بزاف، بريء، نعم بريء، كما بالنسبة لهذا الحبيب أنت كما لو أخرجوك من قصة خيال، واخا، وهذا الحبيب يحتاج إلى إليك، يحتاج إلى هذه البراءة، إلى هذا الجمال، الجمال الداخلي والخارجي، هو كما قلنا لا يمكنه الاستغناء عنه، لا يمكن، واخا، هناك حب أكبر من السماء، حب كبير جدا يجمعكما، واخا. وماذا عليك أن تفعل عزيزي برج القوس؟ الصبر، الإيمان، يعني هناك كارت يعني جميلة جدا، يعني نهايتك كما قلنا يعني ستتحقق أحلامك، نهايتك مع هذا الحبيب ستكون أجمل من الجمال، جميلة رغم المعاناة، واخا، شوفوا نهاية هنا حتى يعني استقرار وارتباط رسمي، واخا، يعني نوايا حسنة، هناك زواج وحياة عائلية جميلة وسعيدة. ماذا عليك أن تفعل؟ الصبر، الإيمان بالله، الخير والحب والدعاء المستجاب إن شاء الله، وسيجمع الله، لأن يعني تتكرر تحقيق الأحلام والبدايات الجميلة، واخا، وسيجمع الله يعني الحماية، الله يعني الطاقة السماوية ستجمع الحبيب بحبيبته، واخا، للأبد، لأنها قراءة جميلة، جميلة بزاف، قراءة جميلة. والآن سنرى ما هي رسائل، والله عجبتني بزاف، كم كانت قراءة جميلة، جميلة بزاف، جميلة بزاف. تحول، تغيير يعني، وتحول روحي، الوجود، ماذا تعني هذا الهاب التي نحطها بثلاثة، وسأتكلم بعد ذلك. الله، شوفوا التغيير، التغيير للأفضل، للأفضل عفوا، التغيير، تغيير روحي، تغيير، نعم تغيير روحي، خاصة لأن هذه الكارتة كارتة روحانية، وأنك يعني أنت تقدر نفسك، أنت تعرف أن يعني ما قلته في السابق، عفوا، أنت إنسان بريء، أنت إنسان جميل جدا، وأنت تقدر نفسك، وإنسان محافظ وقريب من الله، وهذا يعطي لك عزيزي قوة الإرادة، يعني قراءة مهمة، مهمة، هذه القراءة كانت غريبة لكن قراءة عجيبة بزاف، واخا، تفهمون يعني ما قلت في السابق، هذا الحبيب ربما يطلب منك شيء وأنت لن تقبل، لن ترضى، لماذا؟ لأنك يعني إنسان محافظ وقريب من الله، وربما هو عنده طرف آخر وأنت لا تريد، تفهمونيك، وهذا بفضل هذا، بفضل هذا التصرف الحكيم والجميل، الله غادي يعطي لك قوة الإرادة، قوة الإرادة، لأنك أنت تحب هذا الحبيب، رغم ذلك لن تقع في حفرة الحب، نعم،
طبعا هذا الحبيب، أنا قلت أن نواياه صحيح جيدة جميلة وحسن، لكن ربما سيطلب منك ذلك. هذا ما تقوله الكارت، وخا يعني اتركوا لي أنتم التعليقات. وخلي نواصل مع كارت الحب. هذا الحبيب يعني يشتاق إليك، يتمناك كما قلت، والله سيعطي لك قوة الإرادة لتتحمل هذه المعاناة ولتتصرف يعني بحكمة، وهذا ما فعلته أنت، يعني جميلة. شوف ماذا تقول هذا الكارت، شوفه تقول أنه يعني بعد الانتظار سيكون هناك يعني بعد الانتظار سيكون هناك أمل، يعني هذا الانتظار هو شيء جميل، هو التصرف بحكمة، لأن ما وراء هذا الصبر والانتظار ليس سوى الفرح والسعادة. واخا كارت جميلة بزاف. حب حقيقي، شفتوا ما قلت لكم، حب حقيقي، حب حقيقي. تقول لك ها هو حب حياتك، يعني واضح وضوح الشمس. ربما يعني البعض منكم ربما الحبيب سيطلب منك ذلك، وربما البعض الآخر لا. لذلك قلت لكم حتى وإن طلب الحبيب ذلك لا يعني أنه يعني فقط يريدك جسدي، يريد جسدك فقط، لا، يعني هو فقط يعني شغفه قوي، يعني وسيتصرف يعني بتلك الطريقة يعني بدون شعور، لأنه يشتاق إليك، لأنه يعني صافي لا يمكنه أن يصبر أكثر، فسيطلب منك ذلك، لكن هذا لا يعني أنه لا يحبك. تقول كارت أنه حب حقيقي، وأنت طبعا ستتصرف بحكمة، ستعرف كيف تتصرف. كانت كارتات عجيبة عجيبة، جميلة بزاف. وهذه تقول لك اعطي فرصة لحبيبك، اعطي فرصة للحبيب. كانت قراءة غريبة عجيبة، لكن قراءة يعني واضحة وضوح الشمس وجميلة بزاف، عجبتني بزاف قراءة عزيزي برج القوس. ولا تخف عزيزي، فكانت هناك الكثير من الكارتات الروحانية، وبالتالي فالحماية السماوية معك، لا تخف عزيزي، تصرف بحكمة، يعني جميلة، كانت قراءة جميلة. أحبك عزيزي برج القوس، نعم، خاصة حبيبتي، يعني هنا واضح، يعني المرأة القوس في هذه القراءة ستتصرف بحكمة، وأنا أهنئك، أهنئك عزيزتي وحبيبتي وبريئتي وطيبتي. قراءة جميلة بزاف، الله يحفظكم ليا، الله يحميكم ليا، أحبكم بزاف، كنبغيكم بزاف، بسلامة وإلى اللقاء.